خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار اللي موجودة معانا، ويمكن أبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد والاستثمار في الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية. يمكن لفظ صناعة التعهيد تحديدا هو لفظ يمكن مش مستدرج او دارج تحديدا لدى المواطنين، لكن اثناء القراءه كده لقيت ان التعهيد ده انه الغير بيعهد لينا بفكره القيام بدلا منه في يعني زي شركات الاوت سورس كده زي ما بيقولوا في مجال تكنولوجيا المعلومات تحديدا. احنا عندنا الكفاءه وعندنا الخدمه اقل من الخارج، فبالتالي احنا اللي يعني بنتعهد بالقيام بهذه الخدمات بناء او بدلا من الدول الاخرى الخارجيه تحديدا. واعتقد ان يعني معروف ان كفاءة العقول المصرية تحديدا يعني أكبر بكثير جدا من يعني العقول الموجودة في الخارج، ويمكن هو ده اللي بيميز سمات الشخصية المصرية. كمان خلونا امبارح نتكلم على خبر من الأخبار الهامة، لأن الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء ترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وقال إن في أولوية، الأولوية دي هي أولوية كبيرة جدا لدى الدولة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة. وده كان خلال اجتماع الرئيس امبارح لمتابعة الجهود الجارية للتوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية وتدريبهم على المهارات الرقمية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي دورين بوغدن مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وأكد الرئيس خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفعالية في أعماله وأنشطته في ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال. امبارح شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الإفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني في ظل ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلاً عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية اللي بتعد الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة. امبارح قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر الحساب الرسمي لها على فيسبوك إن العالم يحتفل بيوم البيئة العالمي الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجون بيرسون الرئيس التنفيذي لشركة DHL إكسبرس العالمية، وتم استعراض خطط الشركة المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في السوق المصرية، وأشاد رئيس الوزراء بنشاط وأداء الشركة منذ بدء عملياتها في السوق المصرية في قطاع الشحن واللوجستيات عام 1980. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية اللي بتعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. امبارح تابع دكتور مصطفى مدبولي الجهود اللي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر مايو الماضي، وثمن رئيس الوزراء الدور اللي بتقوم بيه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
امبارح التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق كارل ريكها رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. خلونا نبدأ دلوقتي مع حضراتكم كمان بأخبار المحافظات، والبداية في أخبار المحافظات من عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية اللي تم فيها دعم منظومة النظافة ب 394 معدة متنوعة بتكلفة، التكلفة دي وصلت ل 280 مليون جنيه. أما محافظة مطروح فتم تخصيص 2 مليون و 800 ألف جنيه، دول إعانات ومساعدات لغير القادرين لفترة وهي 6 أشهر. مش بس كان في المحافظات دي، عندنا محافظات تانية. في امبارح تم الإعلان عن ارتفاع توريد محصول القمح ل 188 ألف طن في كفر الشيخ. أما بقى في البحيرة فتم تجهيز 41 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين استعدادا لامتحانات الثانوية العامة. خلينا نتابع أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم دعم منظومة النظافة ب 394 معدة جديدة متنوعة بقيمة 280 مليون جنيه، وده في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة في المحافظة. في مطروح أعلنت المحافظة أنه تم صرف إعانات ومساعدات بإجمالي مبلغ 2.8 مليون جنيه للمواطنين من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية خلال الست شهور الماضية. في المنيا شهد مركز ومدينة مطاي افتتاح 12 منفذ لعرض وبيع اللحوم بسعر 260 جنيه للكيلو، مع الإشراف على أعمال الذبح والتوزيع وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الوحدة المحلية والطب البيطري. وبتشهد المنافذ إقبال من المواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم من اللحوم. في بني سويف تم تنظيم قافلة طبية بقرية سالم البحيري الفشن المكونة من 8 عيادات في عدد من التخصصات، وتم الكشف على 1105 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أنه في 22 موقع ما بين صوامع وشوان استلمت 188537 طن قمح، وبيتم متابعة أعمال التوريد على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة أنه عقب انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حقك تنظمي، قدمت الفرق الطبية في يومها الأول الخدمة الطبية ل 14449 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 11191 سيدة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والبطنة والأطفال. في الوادي الجديد أكد مركز ومدينة الدخلة أنه تم الموافقة على دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتماد مالي 1,620,000 ألف جنيه، وده لتطوير وإحلال محطات الصرف علشان يتم زيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب من 14 ساعة ل 16 ساعة يومياً. في البحيرة أكدت مديرية التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين، مع تزويدها بكافة المستلزمات اللازمة تيسيراً عليهم، والاستراحات عددها 41 استراحة منهم 22 للرجال و19 للسيدات.